For the dual problem, write the initial system for the dual problem, write the initial simplex tableau for the dual problem, and label the columns for the tableau. ال AT طبعا ال A بنرص دول، ال AT بنعكس عشان نكون منها ال dual problem، يبقى بدل ما اكتبها 2 1 7 اكتب 2 1 7، بدل ما اكتب 3 1 9 هيبقى 3 1 9 عشان نجيب الماتريكس ترانسبوز ده على طول، 12 5 1، ده خط سوليد وده خط سوليد عشان نفرقه عن شكل السمبلكس مثلا. كده اقدر اكون الدول بروبلم، اقراها من هنا اقول طبعا ده واي واحد واي اتنين، اقول 2 من y1 و3 من واي اتنين اقل من او يساوي 12، والواي واحد زائد واي اتنين اقل من او يساوي 5، الاوبجكتيف فانكشن اقول البي بتساوي 7y1 بلس 9y2، وقول الواي واحد والواي اتنين اكبر من او يساوي 0 يعني نون زيرو. يبقى دي الاوبجكتيف فانكشن، ودول الكونسترينتس. في البارت بي بيقول لي عايز الانيشيال سيستم فور ذا دوال بروبلم، يعني اضيف السلاكس اللي هما الاكس واحد واكس اتنين اللي بيبقوا هنا. تعالوا كده نضيفها، نقول 2y1 بلس 3y2 بلس سلاك 1 اللي هو x1 مفيش سلاك 2 equals 12، شن الانيكواليتي وخليتها ايكوال، يعني خليتها ايكويشن. y1 y2 مفيش سلاك 1 لكن في سلاك 2 بيساوي 5، والاوبجكتيف فانكشن بتاعتنا ندخل دول ليفت سايد يبقى ماينس 7y1 ماينس 9y2 زائد بي مفيش سلاكس يساوي 0، ولازم الاكس واحد اكس اتنين واي واحد واي اتنين كلهم يكونوا نون نيجاتيفز. يبقى دلوقتي ده البارت بي اللي هو الانيشيال سيستم للدول بروبلم. طالب التيبل سمبلكس تيبل، هنا داشت لاينز، وعندنا واي واحد واي اتنين اكس واحد اكس اتنين وبي، وهنا اكس واحد اكس اتنين اللي هما سلاكس اللي بعد كده يكونوا هما الحل. نكتب من هنا 2 مع 3 مع 1 و0 و0 يساوي 12، وواحد مع واحد مفيش سلاك 1 في سلاك 2 مفيش بي 5، والأوبجيكتيف ماينس 7 مع ماينس 9 مفيش سلاكس في 1 بي equal 0، وأدي الفاريبلز.